اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. الافلام ليها تاثيرات كتير في مجالات مختلفه، ولكن هل عمرك فكرت هل الافلام ليها علاقه بحركه السياحه في العالم؟ يعني اماكن معينه بتشوفها مثلا في فيلم او مسلسل او حاجه زي كده وتقرر ان انت عايز تسافر وتروح المكان ده، فهل بالفعل ناس كتير بتعمل كده؟ وهل بتاثر بقى على الخريطه السياحيه لدول بعينها تم تصوير مشاهد مثلا من افلام شهيره، فالناس تروح وتقول انا عايزة ازور المكان اللي انا شفته في الفيلم ده؟ بالفعل الافلام بتأثر في الحركة السياحية، وده مصطلح اسمه فيلم توريزم او سياحة الافلام، سياحة خاصة بتعتمد على ان الناس او الزوار بيروحوا الاماكن معينة، اصبحت الاماكن دي مشهورة والناس عايزة تزورها بسبب ان هم شافوها في الافلام ومرتبطة معاهم مثلا بحدث معين، فقرروا ان هم يروحوا يسافروا مخصوص عشان يشوفوا المكان ده. والمصطلح نفسه في تعريفه بيقولك ان هو اصبح شائع من التسعينات، من اول سنة 1990، وفي بريطانيا سنة 96. يعني عملوا بقى فكرة كانت جديدة ان هم جابوا بقى خريطة لبريطانيا ككل وبيحطوا فيها على الخريطة دي الاماكن اللي تم تصوير افلام فيها عشان برضو يجذبوا السياح عن طريق الافلام، يقولوا مثلا في البلد دي تم تصوير فيلم كذا، في المطعم مثلا كذا كان في مشهد، في المكان التاني كان في مشهد، وهكذا. فالناس اللي بتحب الافلام بتيجي تعمل سياحة افلام. فبيقولك ان هم يعني عملوا متوسط كده، وبيقولك ان الافرج بتاع الموضوع ان الفيلم ممكن يزود سياحة مكان معين بنسبة يعني حوالي 31%. مثلا السلسلة الشهيرة Lord of the Rings طبعا يعني كانت زودت السياحة لنيوزيلندا، هي اصبحت من سنة 2000 ل2004 قفزت بنسبة 40%، يعني العائد من السياحة في نيوزيلندا قفز بنسبة 40% نتيجة طبعا شهرة بقى الاماكن دي بسبب هذه السلسلة الشهيرة. وعملوا بحث كده وقالوا ان 72% من الناس اللي كانت بتزور نيوزيلندا على الاقل شافوا جزء من اجزاء Lord of the Rings. فشوفوا تأثير السلسلة دي قد ايه على السياحة في نيوزيلندا، ولسه هنتكلم على امثلة لبعض الافلام ازاي اثرت في اماكن يعني وخلتها اماكن شهيرة واصبحت قبلة للسائحين. مثلا في بريطانيا كمان سلسلة الشهيرة هاري بوتر طبعا هي زادت نسبة السائحين للقلعة بقى اللي تم تصوير فيها مشاهد الفيلم، فبيقولك ان هي زادت بنسبة او عدد السائحين زادت بنسبة 120% نتيجة طبعا شهرة السلسلة دي. ودلوقتي هنشوف بعض ابرز الامثلة لافلام شهيرة جدا ازاي اثرت على الحركة السياحية او زادت اعداد السائحين لاماكن معينة. ونبدأ بفيلم الفيلم الشهير طبعا بريف هارت سنة 1995. فبعد اصدار الفيلم عمل 300% زيادة بعد سنة من عرض الفيلم للمكان التذكاري بتاع ولس في اسكتلندا. وكمان فيلم Four Weddings and a Funeral، الفندق بقى اللي كان متصور فيه الفيلم كان محجوز بالكامل ليقولك على الاقل 3 سنين، وهو The Crown Hotel. فيلم كمان Mission Impossible 2 عمل 200% زيادة في سنة 2000 لناشونال بارك في سيدني. فيلم نوتن هيل عمل 10% زيادة في شهر واحد لطبعا المكان اللي كان بيتصور فيه الفيلم، وهو اسمه كينوود هاوس. ومسلسل طبعا من عدة حلقات واتعملت فيلم وكان كمان فيلم قديم، وهي طبعا رواية شهيرة وهي برايد اند بريجيدس، عملت 150% يعني بسبب تأثير هذا المسلسل 150% زيادة في الوافدين على لايم بارك في انجلند. وكذلك طبعا فيلم سينس اند سينسيبيليتي عمل 39% زيادة للمكان اللي كان يعني او القصر اللي تم تصوير في الفيلم برضو في انجلترا. وفيلم ذا بيتش ده كان يعني طبعا كان متصور بقى ليه اماكن شهيرة في تايلاند، فعمل 22% زيادة في الوافدين بقى الشباب سنة 2000، وطبعا عمل رواج كبير لشاطئ في تايلاند. وكذلك طبعا فيلم Lost in Translation كان عمل برضو يعني زيادة للوافدين لطوكيو في اليابان، وفيلم ماما مية عمل رواج اكتر لليونان، وذا جاد فازر طبعا عمل برضو رواج لسيسيلي في ايطاليا، والجوكر طبعا سنة 2019 فيلم الجوكر الشهير والمشهد اللي كان بيرقص عليه الجوكر بقى على السلالم واللي تسمت يعني هو جوكر ستيرز اصبحت مزار بقى للناس بيروحوا بعد المشهد اللي كان في الفيلم ده وهو بينزل على السلالم كده، المشهد المشهور، فبدأت الناس تروح وتلبس مثلا وش الجوكر او قناع معين ويبدأوا
يرقصوا على السلم او يصوروا نفسهم على المكان ده. فالمكان اصبح شهير جدا بسبب طبعا هذا الفيلم. وفيلم بالب فيكشن طبعا سنة 1994 عمل شهرة برضو لمطعم معين كان اللي حصل فيه تناول العشاء. فالمطعم ده برضو زاد الاقبال عليه في لوس انجلس. فيلم فورست جامب طبعا من الافلام الشهيرة جدا والمؤثرة. فالبنش اللي كان قاعد عليه توم هانكس طبعا كان ناس كتير عايزة تشوفه او كده، واصبح من المزارات المهمة. فبيقولك ان البنش ده بقى دلوقتي جزء من معرض معين في جورجيا والناس بتروح تزوره. فيلم كمان انديانا جونز اند ذا لاست كروسيد ده كان سنه 1989 عمل رواج للاردن او المكان الشهير طبعا يعني من عجائب الدنيا وهو البتراء. وكذلك الفيلم الشهير سكيب فروم الكاتراز ده برضو من الافلام، الهروب من السجون من الافلام الشهيره. فالمكان بقى كانوا يعني بياخدوا السياح او كده بيوروهم المكان عن طريق زوارق معينه يزوروا بقى هذا المكان اللي كان فيه تصوير الفيلم. طبعا فيلم كمان فيلم اميلي الشهير جدا عمل رواج لكافيه معين في باريس في فرنسا طبعا، يعني عمل رواج لهذا الكافيه اللي كانت بقى ايه في إيميلي في هذا الفيلم. وكمان فيلم هومالون عمل رواج كبير للبيت بقى اللي كان تم تصوير في الفيلم والمطاردة الشهيرة وكده. فناس بدأت تزور البيت ده او القصر ده اللي كان تم تصوير في الفيلم، عمل برضو رواج للمكان ده وناس بقت بتروح له مخصوص. في كمان بحث اتعمل واجروا تجربة كده على مجموعة من الناس وعايزين يشوفوا العلاقة ما بين تذكر مكان معين عن طريق الفيلم. يعني مثلا اقول لك فيلم معين تقول لي ايه اللي افتكرته، ايه المكان او ايه البلد اللي جت في دماغك. فبالفعل جابوا بقى الناس وقالوا لهم مثلا فيلم ايت براي لاف، وقالوا لهم بتفكركم بايه الفيلم ده، بيفكركم بايه، ويقول لهم مثلا بالي في اندونيسيا، او وكمان معاها طبعا نفتكر روما، او فيلم سبيتش ليوناردو دي كابريو برضو فكرهم بتايلاند. فبيقولوا لهم مثلا اماكن معينه والناس تبدا تفتكر على طول او يجي في بالها مكان. ففي دايما ربط بيحصل ما بين تذكر ساعات فيلم كان مثلا مميز في تصويره في مكان معين فعمل شهرة لهذا المكان واصبح عدد الوافدين بيزداد. ومؤثرة الحكاية دي على حركة السياحة في دول كتير، وفي افلام معمول لها معارض خاصة، او في كمان مش بس بنزور الدول او الناس بتزور الدول اللي تم تصوير فيها الفيلم، ولكن ساعات بيزوروا الاستوديو نفسه. يعني مثلا الفيلم متصور في مكان معين او مدينة كاملة معمولة مثلا موجودة جوه استوديو، فبيروحوا يزوروا كل هذه الاماكن زي مثلا مزار معين لفيلم كازابلانكا عشان يشوفوا مثلا الطيارة اللي كانت في الفيلم. فهي دي فيلم توريزم او سياحة الافلام، زي الفيلم يعني مش بس بيأثر على ان هو صناعة يعني متعة وهذا الكلام والإيرادات طبعا الضخمة اللي بتيجي للشركات. الأفلام طبعا ليها تأثيرات كتير جدا، ولكن كمان ليها تأثير على الحركة السياحية لأماكن كتير جدا حول العالم. وأفلام بقى يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن دي نماذج بسيطة كده لبعض الأفلام وإيه تأثيرها المباشر على بعض الأماكن. ودي كانت حلقة سريعة كده على الموضوع بتاع السياحة والأفلام والسفر، ويا رب حلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.